وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم أرسقت نيت حسنات المسألات. المسألة الأولى نيت تم غارسية السيدة جزا الله خيرا، يعني تختم القرآن الكريم من بعد ما تختم نيتي سي جوز أتهدو التوابنس، يعني الوالدين اللي متنين. المسألة تختلف نقيس الفقهاء، ولكن الصحيح أنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينخ يختغرام القرآن تهدم التوابنس يعني الميت، إنما أي اللي سيتنتفع الميت بعد الموت بزاف المسائل، منها الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. أفضل ما ينتفع به الميت بعد الوفاة هو الدعاء، كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نغد فلسنا يحج الإنسان، نغد فلسنا يسكر العمرة، اللي غدا فلسنا يتصدق، نغد فلسنا يتصدق. لكن ثواب القراءة القرآن الكريم وراخي لكم كرا العلم إصحان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، ولا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. إذا الأفضل الدعاء والصدقة، لكن وخايس نور تهدي التواب القرآن الختمين اللي كله تسكرت غير القرآن الكريم بتدبر وتمعن من اللولي خلخر وخرج استفيد نتت، ولكن الوالدين نساتني لقسي لكم النصيب، ولا نتني حتى نتني لقسي لكم النصيب، لأنه نتني كان السبب بعد الله سبحانه وتعالى الولد الصالح هذا اللي غير إلولا، نتني كان السبب اللي غير لفو غرسنا ربي سبحانه وتعالى. كل ما يسكن الولد صالح من البر، من الأعمال الصالحة، من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج، من ذكر للقرآن، من أي عمل صالح وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أريسو صلي الوالدين يعني النصيب غمين وخور والإنسان أي يهدو الوالدين سغنشكا. لكن باش الإنسان يجوري يختم القرآن ولا يغريات الصورة معينة ولا الختمين التواب لخير كما الوالدين، القضية دفلسي توقف الإنسان أن ودرسي لكرا دليل إصحان والله.